مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج حدث وتعليق. ضيف الحلقة الدكتور عصام الشلبي، الخبير النفطي الدولي ووزير النفط العراقي السابق. دكتور، دأبتم في الآونة الأخيرة للتحذير من عقود نفطية تعقدها حكومة نور المالكي مع شركات أجنبية. لماذا هذا الطرق المتكرر والإنذارات المتكررة بأن هذه العقود لن تخدم العراق؟ يعني هذا ينطلق من الحرص على الثروة الوطنية قبل كل شيء. هذه ثروة الشعب العراقي وثروة للأجيال القادمة، وبالتالي لا يمكن التفريط بها. العراق مر بظروف قاسية جدا منذ أوائل القرن الماضي بعد سقوط الدولة العثمانية، ووضع العراق تحت الانتداب، ووضع المنطقة كلها تحت الانتداب، وكان النفط أحد يعني هو المرتكز الرئيسي في كل التقسيمات التي حصلت السياسية والجغرافية، وسيطرت الشركات الاحتكارية على النفط آنذاك. ودخل العراق بصراع استغرق أكثر من 50 سنة، يعني نصف قرن من الصراع على مختلف الأنظمة والحكومات التي حكمت العراق منذ العشرينات ولغاية عام 72، حيث صدر أول قرار للتأميم، ولا قبلها أيضا صدر في عام 61 قانون رقم 80 بانتزاع معظم الأراضي لعدم استثمارها من قبل الشركات. وبالتالي أن نعود الآن يعني بعد أن التأميم بعد أكثر من 37 سنة من قرار التأميم، أن نعود الآن من خلال غزو العراق واحتلال العراق أن نعيد الشركات بشكل من الأشكال لكي يكون لها سيطرة من نوع ما على ثروات النفط، هذا شيء مرفوض، لا يمكن القبول به لا من اعتبارات سياسية ولا من اعتبارات اقتصادية. وإذا تعتقدون أن هذه عقود خطيرة ولا تلبي مصالح العراق، ولكنكم في الآونة الأخيرة تركزون على عقود أو عقد مع شركة شل المعروفة، لماذا؟ أين مكمن الخطر في هذا العقد؟ عقد شل إلى خصوصية خاصة. هو ما حدث أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية وشركة شل العالمية بدون أي تنافس. يعني هاي أول اعتراض أساسي، أنت لا يمكن أن تبرم عقد بعشرات المليارات قيمته بالنتيجة لمدى 20-25 سنة، قيمته 20 عشرات المليارات من الدولارات، وأن تستدعي شركة واحدة فقط من غير أن تستدعي شركات أخرى وتقدم عروض تنافسية والتالي تقارن حول. هذا الشيء. الشيء الثاني، أنت لديك مشروع تم بناءه على مدى 20 سنة. السبعينات تم بناء المشروع المرحلة الأولى منه، وفي الثمانينات، وأنا كنت المسؤول الأول عن هذا المشروع، أعرف تفاصيل المشروع، والمشروع اشتغل وشغال حتى في فترة الحصار ولحد هذه اللحظة. نعم هناك أضرار لحقت بالمشروع، سواء كان بسبب الحروب التي مرت بها المنطقة أو بسبب الحصار الذي فرض على العراق، ولكن المشروع يحمل بشكل جزئي. وبالتالي أنت لا تحتاج إلى شريك، أنت تحتاج إلى معدات بديلة، ربما تحتاج إلى صيانة لهذه الأجهزة. أنت فجأة تعلن أنك استدعيت شركة عالمية واحدة بحجة أن لديها الخبرة وتقوم بجعلها شريك بالنصف، هذا شيء مرفوض جملة وتفصيلا. علما أن نفس الوزارة كلفت مجموعة من الشركات اليابانية التي كان لها دور في السبعينات والثمانينات في بناء أجزاء رئيسية من المشروع، وبناء على منحة من قبل الحكومة اليابانية، وقدمت دراسة مستفيضة حول إعادة تأهيل هذا المشروع، استبدال كابسات الغاز أو إصلاح كابسات الغاز، وكان الحديث عن أن البلد بحاجة إلى ربما 400-500 مليون دولار، وهم مستعدين لتمويلها. طيب أنا هذه أضربها عرض الحائط وأستدعي شركة شيل لكي تكون شريك لي، فهذا شيء مرفوض. لو استبعدنا فرضية عدم الدراية، ألا تعتقدون بأن هذه العقود هي جزء من آفة
الفساد الذي يعاني منه العراق الآن؟ الفساد في العراق فاق كل المقاييس في العالم. يعني العراق الآن لما يكون موقعه بدون فخر هو 178 من أصل 180 دولة، يسبقه فقط الصومال ومينمار، أن هذا العراق ينتشر فيه الفساد بصيغ وبسياقات لم يسبق لها مثيل، وبالتالي أنت لا تستطيع أن تنكر احتمالية وجود مثل هذا الشيء. الأهم من هذا كله أيضا الإصرار، ليس فقط بالنسبة لعقد شيل بس، ولكن حتى بالنسبة للعقود المجمع توقيعها، أن لا تمر من قبل، أن لا تمرر من قبل القنوات التشريعية. يعني الآن في العراق أنت محكوم بموجب قوانين النفط والغاز النافذة، لأنه لم يتم تغييرها، لم يتم إصدار قانون جديد، فشلت الحكومة على مدى سنتين ونصف لحد الآن يكون خلافة. إذن كما يعترفونهم أنه القوانين النافذة هي التي يعمل بها، القوانين النافذة تقول أنه يجب أن يتم تطوير ثروات النفط بصيغة الاستثمار الوطني المباشر. هذه الصيغة اللي اعتمدت منذ عام 68 تطوير حقل شمال الرميلة، واستدعيت مؤسسات سوفيتية آنذاك وقامت بالعمل كمقاولين. أما الآن أن تحيل العمل مع شركات أجنبية على أسلوب شراكة، فأنت يجب أن تلجأ إلى مجلس النواب وأن يصدر قانون لكل حالة على حدة. وهذا طبق في 97، في عام 97 الحكومة العراقية أبرمت عقد لتطوير حقل غرب القرنة المرحلة الثانية مع لوك أويل الروسية، ولكنها في ذاك الوقت رغم السلطة القوية للحكومة آنذاك وللنظام آنذاك، لكنه لم يتجرأوا على اعتماد العقد بدون العودة إلى المجلس الوطني آنذاك وإصدار قانون خاص شرع بالمصادقة على العقد المبرم لتطوير حقل غرب القرنة مع لوك أويل، ثم أعقبه كذلك حالة أخرى هي عقد تطوير حقل الأحدب مع شركة سي إن بي سي الصينية. وربما يكون السبب الرئيس لذلك هو مكافأة لدور دول وخاصة بريطانيا في المساعدة على غزو العراق واحتلاله بعد ذلك. قبل كل شيء أنه هناك مزيد من التدهور ومزيد منها، فشلت كل الشركات، فشلت قوى الاحتلال، فشلت الشركات الأمريكية والبريطانية وغيرها التي جلبها الاحتلال، فشلت في تطوير صناعة النفط، معدلات الإنتاج هي في هبوط وليس في صعود أو حتى المحافظة على معدلاتها سابقا. مع ذلك نحن لسنا ضد التعامل مع شركات أجنبية بصيغ مقبولة، أما إذا كان هذا هو المكافأة لهذه الدولة أو لتلك الدولة فيعني هذا يبرر أيضا سبب آخر، أنه المواقف التي تتخذها القوى الوطنية في محاربة النظام ومحاربة الحكومة بمواقفها الحالية من هذا. ونفهم من ذلك إذن أن روسيا ستخرج من عرس النفط العراقي بلا كعكة. يعني حقيقة هو الموقف بالنسبة إلى عقد غرب القرنة مع لوك أويل، الموقف الحكومة العراقية الحالية تمثل بأن العقد الذي أبرم عام 97 قد ألغي من قبل العراق في نهاية عام 2002 قبل 3 أشهر من الغزو الأمريكي، وبالتالي غير سعر المفعول. طبعا موقف شركة لوك أويل أنها تحاجج هذا الموقف ولا تعترف بقرار الإلغاء. هي يعني صيغ تتحكم بها المواقف السياسية. يعني هم مثلا مع الصين عقد الأحدب، نعم لم يلغى في وقتها، ولكن الصين أيضا لم تقم بأي عمل للمشروع من عام 97 إلى حد يعني مؤخرا قبل 2-3 شهور. مع ذلك العراق قام أو الوزارة الحالية قامت بالتفاوض مع الصين وتم تعديل العقد وفق شروط جديدة. يعني المنطق يقول لماذا لم
تدخل وزارة النفط في مباحثات مع شركة لوكويل لتغيير صيغة العقد. هناك اعتراضات على الصيغة السابقة، طيب تعرض على الجانب الروسي، وأنا أعتقد أنه الجانب الروسي يفترض فيه أن يقبل مثل هذا الشيء ويتم تعديل العقد والموافقة عليه، لكنه لا نية لذلك. ما يقوله العراق الآن أنه تم دعوة شركة لوكويل وغيرها من الشركات الروسية لكي تتنافس من جديد مع عدم الاعتراف بالعقود السابقة. الدكتور عصام الشلبي الخبير النفطي الدولي ووزير النفط العراقي السابق، شكرا جزيلا لكم، ولكم أعزائي المشاهدين أطيب التحيات، وهذا سلام مسافر يتمنى لكم أوقاتا هانئة من العاصمة الأردنية عمان.